السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد عبر قناة الأنتيكا والعملات. في هذا الفيديو سنتحدث عن العملات التي هي من الفضة الحرة أو النقرة كما نقول نحن في أهل المغرب، ولعل أشهر هذه العملات هو عملة للملك الراحل محمد الخامس، هي عملة من النقرة من الفضة الأصلية كما تشاهدون. لكن هناك العديد من العملات لدول أخرى كذلك هي من الفضة الأصلية، فمثلا هذه عملة كما تشاهدون في فرنسا الفرنسية، هي كذلك من الفضة الأصلية. هناك كذلك هذه العملة الولايات المتحدة الأمريكية، هي كذلك من الفضة. $1 شايفون، هي من الفضة. كذلك هناك عملة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية، من الفضة. $0.5 يعني نصف دولار. كذلك هناك عملة أخرى، فمعظم وهذه معلومة، فمعظم العملات الإسبانية القديمة فهي من الفضة الأصلية. تشاهدون هذه المملكة إسبانيا. عملة أخرى هذه كذلك لإسبانيا كما تشاهدون. هذه عملة للمغرب بعد الملك محمد الخامس، كذلك من الفضة، 1 فرنك فرنك. كما شاهدنا من قبل هذه أيضا للولايات المتحدة الأمريكية $0، وهي كذلك من الفضة. كذلك هذه العملات المغربية القديمة، وهنا كما تشاهدون هذه العملة في كانت تستعمل الزينة، حيث كان في قديم الزمان يستعملون يعني النقود في صنع المجوهرات وما له علاقة بالزينة. هذه أيضا كذلك من النقرة أو الفضة الأصلية كما تشاهدون. هذه عملة إسبانية كذلك من الفضة الأصلية. هذه عملة أخرى هذه ألمانيا تشاهدون، وكذلك من الفضة. حين تشاهدون أن اللون الأسود الذي يطغى على العملة فهو يشير إلى النقرة أو الفضة الأصلية. هذه أيضا لإسبانيا الملك خوان كارلوس، كذلك من الفضة. عملة أخرى كذلك هذه المرة لسويسرا، واحد فرنك. كذلك أيضا هذه عملة المغرب، شاهدنا قطعة مماثلة لها ما قبل،
لديك من الفضة الأخرى؟ من الفضة للمغرب؟ هذه عملة أيضا لملك إسبانيا. كما تشاهدون فمعظم هذه النقود فهي من الفضة الأصلية، يعني لا يقتصر الفضة على عملة الملك محمد الخامس، بل هناك العديد من العملات الفضية لدول أخرى يمكنك الحصول عليها بسهولة وبأثمنة يعني زهيدة، لأن معظم الذين يتعاملون أو الذين التجار أو البائعون الذين يبيعون في سوق خردة يبيعون بثمن زهيد، مع أنها من الفضة الأصلية وتساوي أكثر من قيمتها التي تباع بها. الأخير أرجو أن ينال إعجابكم هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك دائما في قناتنا ودعمنا ليصلكم الجديد والجديد إن شاء الله، ولا تنسوا أن تشاركونا بآرائكم واقتراحاتكم لنحسن من المحتوى. في الأخير تقبلوا فاق احتراماتي لكم، إلى اللقاء.